من الطوفان إلى الهدنة، كثيرة هي رسائل المقاومة الفلسطينية إلى الاحتلال الصهيوني ومؤيديه، ولعل آخرها اتفاق تبادل الأسرى الذي نسفت الكتائب عبره كل رواية الاحتلال ومزاعمه بالسيطرة على أجزاء واسعة من القطاع. المقاومة هنا تتحرك بكل أريحية وتسلم أسرى الاحتلال على مسافة قصيرة من دباباته. إن تسليم كتائب القسام للمحتجزين في أماكن متفرقة في كل مناطق القطاع في شماله وجنوبه وفي قلب مدينة غزة يكذب مجددا كل ادعاءات الجيش، جيش الاحتلال في السيطرة على جزء من أرض غزة. ولم يكن من قبيل الصدفة أن تظهر المقاومة الفلسطينية بزيها العسكري وبأسلحتها في قلب مدينة غزة لتسليم أسرى الاحتلال. ومن هذه المنطقة التي وطأت فيها دبابات الاحتلال أرسلت المقاومة رسائل لقادة الكيان، مفادها أنها ما زالت محافظة على مواقعها مستعدة للرد على أي عدوان. إسرائيلياً على لسان الناطق العسكري لجيشها كانت تحاول دائما أن تروج بأنها هي مسيطرة على كل منافذ القطاع أو شمالي القطاع تحديدا، بأن مدينة غزة باتت تحت سيطرة كاملة متكاملة. يعني هي حاولت الترويج إلى داخل الشارع الإسرائيلي وحتى غربيا بأنها سيطرت كليا على شمالي القطاع، وأنها وجهتها والمرحلة التالية، وهذه النقطة المثيرة للاهتمام، المرحلة التالية جنوب القطاع كانت تروج، يعني على لسان وزيرها جالانت. تطور آخر لا يمكن فصله عن هذا المشهد يكمن في تنقل نتنياهو إلى شمال القطاع لتفقد قواته المنتشرة في المنطقة، ليأتيه الرد سريعا من المقاومة بأنها ما زالت تسيطر على الأرض بعد الشائعات التي روج لها الاحتلال. مشاهد تسليم أسرى الاحتلال للجنة الدولية للصليب الأحمر من نقاط مختلفة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المقاومة ما زالت حاضرة بقوة في القطاع المحاصر رغم سياسة الأرض المحروقة التي انتهجها جيش الاحتلال.